السلام عليكم، كيفكم احبابي؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. ليش الحلاقين عم يشتروا ماكينات وول الامريكية وشو السبب؟ اول شيء السبب يا شباب انه شحنة كتير 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 بمد معك بالحلاقة. يعني انا الماكينات الوول عم بشتغل فيها تقريبا لعشرين زبون او 15 زبون بشحنة واحدة، وكل زبون تقريبا عم يضل بايدي شي تلت ساعة اقل شي، وهي الماكينة شغالة. يعني ماكينة الوول جمالها بشحنة اول شغلة. شغلة تانية بطريقة الحمل تبعيتها، لاحظوا هون عاملينكم مثل شي طريقة التصميم على مثل مشان كيف تحملها بكل اريحية. يعني حاطين مجال للاصابع وللحمل، انت فينك تشتغل فيها هيك بدون حتى ما تعمل فيها هيك. يعني الشحن تبع بجنن، طريقة التصميم رائع. ثالث شيء، الشيء الجميل بالماكينات الوول انه لما انت بتشتغل الموتور تبع الماكينة موجود بالنص، يعني الصوت تبع الماكينة ابدا ما رح يزعج الزبون، وشكل الماكينة رائع. يعني حتى الشخص اللي عم يحلق رح يضل يختلس النظر على شكلها للماكينة ويحترمك ويحترم شغلك حتى. فانت لما بتجيب شيء ثقيل لمصلحتك انت عم تعطي أهمية واحترام لنفسك قبل ما يكون الزبون بيحترمك. فأنا بنصيحتي انه تجيبوا مثل هيك ماكينات. حتى في التانية رفيقتها الصغيرة نجيكم اياها، هاي الماكينة التانية، هاي للتنعيم، هاي للتنعيم كمان، هاي كتير كتير رائعة. يعني حتى شوفوا هاي موتورة، هون الموتور تبعها. فانت لما بتحلق للزبون او عم تحدد له شواربه، الزبون ما عم يسمع صوت الماكينة، خفيف شوي الصوت كتير ناعم وسلس، عكس الماكينات اللي بيكون موتورة هون، انت هيك بتسرعوا للزبون انت عم تحلق له. فهي موتورة هون كتير كتير الماكينات رائعين يا شباب. بنصح اي حدا حلاق يحاول يشتري مثل هيك ماكينات، بيرتاح بالشغل والشحن تبع لهذيك كتير كتير رائع. يعطيكم العافية، ولا تنسوني باللايك والاشتراك. الله خير.